ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايبي؟ ده عاملين ايه؟ يا كله رب كان تكونوا عند بخير. مع النهارده ابو كان عامر، عنده عنده عامل شوية فسيخ ملايات تلات، حلوة عنده النهارده، قماش ما شاء ملايات الله على تحفة شايفين بصراحة. الملايات، شايفين الوانتها الخامات؟ كلها عنده جميلة، حاجات بستين المشجر وحاجات بستين بخمسين. والسادة ب50 جنيه، حلوة. او الاحمر، الاحمر الجنزيري، شايفين الجنزيري جميلة. الواناتها مش تيجي للسرير كله، الاكياس مخدات والكلام ده، برضه الصور لا هي وفيها زيت، تحس ان هي فيها زيت، الزيت ده عمره ما هيفوت. بنزيري، انتوا شايفين كده؟ عنده خامات حلوة اوي، دي كلها بقطن، في حاجات على بلاستر وحاجات عليها قطن. انت بقى عنده تشكيلة حلوة قوي، يعني عنده قماش كتير زي ما انتوا شايفين كده، في حاجات كبيرة وحتت صغيرة. طبعا كل واحدة قبل ما بتاخد الحاجة بتبص عليها، في حاجات فيها دفايات وفي حاجات ما ايه ما فيهاش دفايات. في مثلا الحتة ممكن تيجي 120، انت تاخدها بقى تدخلي فيها كرانيش وكده تبقى ملاية حلوة قوي. في حتت كبيرة، الاحمر دي كان فيه منه حتت كتير، والكشمير ده المتر بتاعه ده ب10 جنيه، ب10، الكيلو ب30 والمتر ب10. وده الاسود بتاعها، الاسود، وده ابيض، وفي ليموني، في رمادي، في رصاصي، عنده الوانات كتير بصراحه. ده كله فين عند ابو عامر، عنده شويه شغل حلو قوي النهارده، ما شاء الله عليه تحفه. جايب شويه شغل جميل جميل، شايفين دي نبيتي حلوه قوي، النبيتي دي والالوانات دي كلها، ده كله فين عند ابو عامر. المتر من الكيلو من ده بكام؟ الكيلو ده ب50. كيلو ب50. دي ملايات اهي يا بنات، ده كله فين عند ابو عامر. حلو قوي الملايات، بس الحاجات دي بتبقى فيها دفايات. والمتر ب25 جنيه، دي بيبقى فيها حاجات فيها دفايات، يعني ايه بس انت بتنقل احسن يعني. ده جل اهو. المتر بكام الجل ده؟ ب25. الجل ده ب25، والكيلو بكام؟ الكيلو ب60. والكيلو ب60 جنيه، ده كله فين عند ابو عامر. حلوة أول ملاية الصفرة دي، كيلو ب50. كيلو ب50، دي الكيلو ب50 جنيه. شايفين الأشكال؟ بصراحة عنده شوية شغل النهاردة حلو، ده كله فين عند أبو عامر. حلوة أول ملاية دي، جميل. حلوة دي، دي جميل. افرد الاحمر ده كده، الاشكال دي ما شاء الله عليها، جايب اشكال حلوه قوي. كان عنده زحمه كتير، كانت الناس كتير بتاخد بكميات الساده والمنقوش، في حاجات ب60 وحاجات ب50. وعنده ال 25 برده، كان عنده كذا لون، كان عنده الابيض والسكري والبامبا، كان عنده الوانات كتير بصراحه. شوف ان انتي واقفه بقى بتنقي الحاجات اللي تناسبك وبتاخديها، في حاجات فيها دفايات وحاجات لا، بس القماشه بتاعتها ما شاء الله حلوه قوي. تعالوا عبايات حلوه قوي، شايفين الملايات اهي ومشيتها قطن اهي. ده الكيلو ب50. ما عارفين الحاجات دي فيها دفايات اصلا، ما انا عارفه. كيلو ب50، كيلو ب50، يا خسارة. هي حلوة بس فيها دفايات، شايفين الحاجات دي؟ والأصفر دي، امسك الأصفر دي، هات الأصفر، حلوة أوي. ده ب50، الكيلو ب50. الاحمر دي زي ما انتوا شايفين كده، كان في الاحمر والاصفر واللبني والبرتقاني، كل الالوانات كانت موجوده عنده، والنبيتي والفوشيا والكشمير، كل الالوانات كانت موجوده عنده النهارده عند ابو عامر. ومش ملايات حلوه قوي، الساده والمنقوش. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير، لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي لو لقيته منزل تشكيله جديده هصورها لكم. دافوزون بكام؟ كيلو ب20 جنيه. دافوزون عامل عصمة بندانة، بندانة يتعمل حاجات ايه؟ الاستك بكام؟ ب20؟ ده ب40. ده ب40. بكام الكوب؟ ب20 الكوب. الكوب ب20. وعليكم ورحمة الله وبركاته.